فصراحة خيبة أمل كبيرة، فما كناش كنتوقعوا هذا السيناريو هذا، لأنه حنا دائما كنا وراء المنتخب الوطني ديالنا، فتنظر بأنه المشكل دائما كنوقعوا فيه هو ما كنقتلوش المقابلة. يعني جاونا فرص ما استغنيناهمش، جلهم إفريقيا في الشوط الأول جاتهم فرصة استغلوها، دونك هادو ما قوة ديال المنتخبات الكبيرة. فتنظر بأنه في عالم كرة القدم بعض المرات أنا ما والد صديق ديالي وصاحبي، ولكن تنظر بأنه الاختيار ديال الزراوي فصراحة بالنسبة لي أنا خطأ، لأنه عطية الله كنا كنحتاجوا في ديك في الجهه اليسرى، قام بمقابله كبيره مع زامبيا، فما يمكنش ان مزراوي يعني يلاه رجع من واحد اصابه ما عندوش مقابله في رجليه، تقريبا واحد شهرين ما لعبش منذ الاصابه ديالو مع بايرن ميونخ، وجي دخلوا في مقابله مصيريه بحال هكا. مع احترامي الوليد كنعطيه جميع تقدير والاحترام، ولكن ربما دخول مزراوي كان خطا، اننا عطية الله كان افضل، لانه دوك التمريرات بالرجل اليسرى كان دائما كيكون في لدى الهجومية في الدفاعية. فتنظر بأن هذا معطى، وهذا من جزئيات اللي كنهضروا عليهم في كرة القدم، أنا كل واحد تعطيه الحق ديالو. تنظر بأن الوقيتة اللي كنا فيها الأوقات القوية ديالنا ما استغنيناهاش، لأنه شفنا المنتخب جنوب إفريقيا انهار بدنيا، ما استغليناش ديك الفترات القوة ديالنا، لأنه جاونا فرص. مي مالوروزمون دائما المشكل ديالنا هو ترجمة الأهداف إلى فرص، وفي هذه الكومبيتيسيون بحال هكا كبيرة فلازم أنك تستغل أنصاف الفرص. شي جنوب إفريقيا بالنجاعة الهجومية ديالهم عرفوا كيفاش أنهم يستغلوا الفرص اللي جات ليهم، يعني هدف يعني بلمسة وثاني هدف يعني بضربة خطأ، فجاو مجوج فرص وسجلوهم. حنا جاونا كم هائل من الفرص ما استطعناش، وهانت أديت الضريبة، هو خروج بالنسبة لي خروج مؤلم، لأنه ماشي شيء اللي كنتظروا يعني الجمهور المغربي من المنتخب اللي كنا عاقدين عليه أمل كبيرة باش يدفر باللقب. ف هاد لك المنتخب الوطني، وتنظر بأنه جنوب إفريقيا لعب على لقاء القوة ديالو استغل، فمبروك عليه.